أحييكم مشاهدينا في هذه الساعة التي نواصل فيها تغطيتنا لأهم التطورات الحاصلة لهذا النهار، ونبدأها مع تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار العدوان الإسرائيلي ومواصلة آلته العسكرية ارتكاب الجرائم والمذابح بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. نبدأ مشاهدينا حيث واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها المتواصل في اليوم 81 من الحرب على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، حيث نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية طوال ساعات الليل في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت عدة منازل بالمدينة ومدينة رفح جنوب القطاع أيضا، وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في مخيم البريج ودير البلح وسط القطاع ومنطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة ومخيم جباليا، مخلفة العديد من الإصابات. وهذه إذن هي الصور الحاصلة الآن التي وردت إلينا في هذه اللحظات، حيث يتجدد القصف على وسط قطاع غزة. كنا أسلفنا بأن دير البلح في وسط قطاع غزة يتعرض لقصف متصل منذ ساعات الليل. إذن هذه الصور تردنا الآن لقصف يتجدد هذه الأثناء وتصاعد لألسنة الدخان الكثيف من وسط قطاع غزة، محدثة أحزمة نارية. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة لعدد من المفقودين. كما قصف الطيران الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جراء قصف منزل بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة. كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح جنوب القطاع، واستهدف أيضا طيران الاحتلال مدينة دير البلح. بعد مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة تتوالى المشاهد والألام من فقد للشهداء وتأوهات للجرحى والمصابين، حيث فقد أحد النازحين الفلسطينيين أربعة من أطفاله وزوجته تحت أنقاض منزلهم الذي دمرته قوات جيش الاحتلال محاولا إخراجهم لدفنهم. جثث وأشلاء متناثرة هنا وهناك، ورائحة للموت أصبحت تفوح من كل مكان. هكذا أصبح قطاع غزة الذي اعتاد المجتمع الدولي على مشاهدة آلام وجراح سكانه منذ بدء عدوان جيش الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي دون أن يحرك ساكناً. في وسط قطاع غزة مخيم المغازي الذي كان يأوي العديد من النازحين الفلسطينيين الفارين من عدوان جيش الاحتلال شمال القطاع، يقف شاهداً على عدوان جديد أسفر عن سقوط نحو 100 شهيد وإصابة العشرات. عدوان غاشم فقد على إثره أحد النازحين الفلسطينيين أربعة من أطفاله وزوجته في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم بالمخيم، ليحاول بيده فقط دون أي معدات إخراج عائلته من تحت الأنقاض، متسائلاً لماذا تم استهداف أطفاله الأبرياء
وما ذنبهم ليقتلوا بهذه الوحشية؟ بعد العشاء صارت ضربة هيك، جيت لقيت الدار زي هيك، لقيت بس ولد من أولاد عايش، ضال الأم وثلاث بنات وابني عمره 4 شهور، شايف شو يسوي هنا قاعد يقبل الدار؟ إيش ذنبهم الأطفال اللي يروحوا هيك؟ ومقاومين هنا الدار أطفال أبرياء حباب الله، إيش نسوي؟ وين نروح؟ لمنش كهمنا؟ يقولون إن إكرام الموتى دفنهم، ولكن هنا في غزة الأمر أصبح مختلفاً، فآلة جيش الاحتلال حرمت أبناء الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية، وجعلت غاية أهدافهم أن يجد الفاقد فقيده ليواريه الثراء. هذا واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي 100 موقع جنوب قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وكثف من غاراته على خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك على جباليا في شمال قطاع غزة. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 20,000 شهيد و7,000 مفقود تحت الأنقاض و54,536 جريحا، فيما تجاوز عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم 1,800,000. كما أكدت أيضا بأن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفرت عن وقوع أضرار كبيرة بنحو 23 مستشفى و53 مركزا صحيا، وأخرجت نحو 140 مؤسسة صحية عن الخدمة، فضلا عن تضرر نحو 100 سيارة أكثر من 100 سيارة إسعاف. نتابع الصور الواردة إلينا الآن إذن مشاهدينا من قصف مكثف يتجدد في هذه الأثناء لوسط قطاع غزة. كان أيضا القصف يتواصل منذ ساعات الليل على شمال القطاع وعلى وسطه وعلى جنوبه، وسط القطاع دير البلح، مخيم المغازي والنصيرات، أيضا من الأماكن التي يتركز فيها القصف الإسرائيلي بشكل متصاعد. إذن ألسنة الدخان الأبيض الكثيف تتصاعد في سماء قطاع غزة، والقصف يتجدد في هذه اللحظات لوسط القطاع. وكانت هناك أيضا شهادات عيان تتحدث عن استخدام الطيران الإسرائيلي للفسفور الأبيض في قصفه لمناطق قطاع غزة. معنا من رام الله خلدون البرغوثي الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ خلدون، أهلا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية. القصف يتواصل، الغارات الإسرائيلية ما زالت بنفس كثافتها كما تبعنا قبل لحظات في وسط قطاع غزة، لكن الداخل الإسرائيلي كيف ينظر لكل هذه التطورات يعني بشكل خاص الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي كذلك؟ شكرا لكم للاستضافة. ما يحدث في الداخل الإسرائيلي هو أن هناك بداية لتململ، ليس فقط على مستوى الإسرائيليين، الإسرائيليين بنيامين نتنياهو سعى إلى خلق حالة انقسام بينهم، بين ما يسميه معسكر عائلات الأسرى في قطاع غزة الذين يدفعون باتجاه وقف العمليات القتالية كي لا يقتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وبين عائلات القتلى الذين ادعى نتنياهو الأسبوع الماضي بأنهم منحوه تفويضا للاستمرار في الحرب، والاستمرار في الحرب هو أكثر الشعارات الذي يكرر بنيامين نتنياهو لتجنب وقفها وتحول أي هدنة مقبلة من مؤقتة إلى دائمة، وهذا يعني خسارة الحرب عبر عدم التمكن من تحقيق أهدافها. الجدل يتصاعد بهذا الاتجاه، وأيضا يتصاعد باتجاه الفشل في تحقيق أهداف هذه الحرب وتكبد المزيد من الخسائر كل يوم.
فضلا عن أن عملية إدارة المعركة ليست كما يرغبون. اليوم في صحيفة هارتس أحد أهم الضباط الإسرائيليين وهو برتبة عميد يدعى يتسحاك بريك واستشاره نتنياهو عدة مرات قبل البدء بالعملية البرية، اليوم يهاجم المتحدثين باسم الجيش والمحللين العسكريين والذين باتوا شبه ناطقين باسم الجيش أيضا، وقال إنهم يضللون الإسرائيليين على مستوى ادعاء أنهم أن الجيش قتل آلافا من مقاتلي حماس. يقول الأعداد أقل بكذلك من بكثير حسب المعلومات التي حصل عليها من قادة وجنود على الأرض. أيضا يقول بأن ادعاء الجيش بأنه يخوض معارك وجها لوجه في قطاع غزة هي ادعاءات كاذبة، وأن القتلى من الجنود سقطوا في كمائن محكمة بالعبوات الناسفة وبقذائف الصواريخ المضادة للدبابات في القطاع. كل هذا الجدل يتصاعد بشكل ملحوظ لدى حتى بعض المحللين في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك من يتهم نتنياهو بأنه يدير الحرب وفق اعتبارات شخصية أولا، وهي إطالة أمد هذه الحرب من أجل البقاء في الحكم وتجنب وقفها والذهاب إلى المساءلة التي ستكون محاسبة عسيرة له ولكافة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت الحرب والإخفاقات التي تجري فيها الآن. هم قالوا إنهم سيطروا على شمال قطاع غزة، المعركة محتدمة هناك الآن، خان يونس توقعوا أن ينهوها خلال أسابيع والآن يتحدثون عن أنها ستكون معركة صعبة وقد تمتد شهور. هناك نوع من حالة التخبط لدى المستوى السياسي تنعكس أيضا في أداء المستوى العسكري. ومع ذلك ما زال رئيس الحكومة نتنياهو يكرر بأنه لا وقف للحرب إلا بعد تحقيق انتصار يعني وصفه بالحاسم. أي انتصار يريده نتنياهو رغم أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية نفسه يصف هدف القضاء على حماس بأنه هدف غير واقعي سيد خلدون؟ نعم، يعني المعركة كما تجري الآن لن تؤدي إلى انتصار حسب المحللين العسكريين الإسرائيليين. المعركة الآن لم تحقق أهدافها في الشمال، لم تحقق أهدافها ككل، بمعنى إنهاء حكم حماس، القضاء على قدراتها العسكرية واستعادة الأسرى. الآن نتنياهو يقود باتجاه ربما القضاء على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة والاستمرار بالمعركة وإطالة أمدها إلى أطول فترة، مع الاستمرار في سقوط الجنود الإسرائيليين وأعدادهم تتسارع أحيانا. عندما نتحدث عن 15 جنديا نهاية الأسبوع الماضي بين الجمعة والسبت، هذا عدد كبير بالنسبة للإسرائيليين. لذلك في أحدث بيانات للجيش الإسرائيلي سقوط 43 عسكري في صفوف الجيش خلال 24 ساعة الماضية. نعم، يعني أعداد القتلى الإسرائيليين في تصاعد. لذلك الوضع بالنسبة للإسرائيليين قد لا يصبح قابلا للتعامل معه في الأيام أو في الأسابيع المقبلة. خسارة الجنود من أجل أن يحقق نتنياهو فقط مصلحة شخصية، كل هذا سيكون له ثمن في الشارع الإسرائيلي. التظاهرات تتصاعد لدى الإسرائيليين ضد استمرار هذه الحرب، خاصة لدى عائلات الأسرى. قبل يومين أدلى نتنياهو بتصريح في الكنيست وكان على المنصة، ومقابله كانت عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يصرخون عليه من وراء الزجاج، لكنه حتى لم ينظر إليهم لأنه يتجاهل النظر في عيونهم لقلقهم على أبنائهم والاستعداد للتضحية بالأسرى الإسرائيليين فقط للاستمرار في الحرب. هذا الموقف أيضا قد ينعكس دوليا، بمعنى الولايات المتحدة قد تصل إلى مرحلة تضغط فيها على إسرائيل من أجل الذهاب إلى المرحلة الثالثة إن كان بمقدور إسرائيل فعل ذلك. إن وجدت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تدخل كما يقال في أو تغوص في رمال قطاع غزة، فقد تجبر الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب، وإن رفض نتنياهو فقد تعمل مع وزراء في حكومته من حزب الليكود وأعضاء كنيسة من حزب الليكود ربما على القيام بتحرك ضده وحجب الثقة عن الحكومة لتأسيس حكومة أخرى يمكن للإدارة الأمريكية التعامل معها، ويمكن لها أن تدير ما يحدث في قطاع غزة بطريقة بين قوسين مهنية وبعيدة عن الاعتبارات الشخصية الخاصة بنتنياهو والتي قد تمس
بإسرائيل وبمصالح الولايات المتحدة. طيب، تابعنا بالكنيسة بالأمس أثناء كلمة لنتنياهو مقاطعات كبيرة ومناشدات من قبل أهالي المحتجزين بعودة ذويهم بأي ثمن، وكان في أيضا صوت للمعارضة الإسرائيلية تقول بأننا ندعم أهالي المحتجزين ومع أي صفقة، يعني بالأحرى ندعم أي صفقة لعودة المحتجزين. أي دور يمكن أن تقوم به المعارضة الإسرائيلية الآن سيد خلدون؟ يعني المعارضة الإسرائيلية ربما هي بحاجة إلى بضعة أصوات عمليا، لدى نتنياهو 64 عضو كنيسة هم مكونات الائتلاف الحالي. إذا تمكنت المعارضة وربما باتصالات أمريكية سرية مع بعض أعضاء الليكود من تجنيد هؤلاء لحجب الثقة عن الحكومة، 5 أصوات فقط، يعني 4 أصوات في نظام الكنيسة، إذا صوت 60 عضو كنيسة مع حجب الثقة و60 ضد حجب الثقة، هذا يعتبر حجب ثقة عن الحكومة، لأن مجموع من يريدون بقاء الحكومة في مقابل من لا يريدونها هو 0-60 ضد 60، لهذا تحجب الثقة عن الحكومة. وإذا حدث ذلك فهذا يعني إمكانية ذهاب إسرائيل إما إلى انتخابات جديدة أو إما إلى تشكيل حكومة جديدة بدون نتنياهو وفي ائتلاف حكومي مختلف، قد يكون مريحا للولايات المتحدة في التعامل مع إسرائيل، وقد تكون هذه الحكومة قادرة على التعامل بمسؤولية مع قضية الحرب، وقد تذهب إلى إنهائها، لأن الاستمرار فيها قد يعني دخول إسرائيل في مواجهة عسكرية قد تنتهي بخسارتها وفق المعطيات ووفق صعوبة المعركة التي تدور الآن، وكما يبدو وفق استعدادات الفصائل الفلسطينية لمعركة طويلة جدا فاجأت إسرائيل في أكثر من موقع، خاصة أن المواقع التي ادعت إسرائيل أنها سيطرت عليها هي أكثر الأماكن التي تتعرض فيها قواتها لضربات فتاكة. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار لدى المستويات حتى العسكرية التي بدأ داخلها هناك جدل حول هذه المعركة وجدواها في ظل المعطيات، وحتى في ظل بدء الجيش الإسرائيلي بعملية ما تسمى اقتصاد الذخيرة، لأنه استهلك كميات كبيرة من الذخيرة ومن المتفجرات في الحرب، الآن يحاولون إدارة هذه المعركة بالتقليل من استخدام الذخيرة قدر الإمكان كي لا تستنفد. لدى الجيش الإسرائيلي الآن أزمة في مادة TNT التي يفترض أن يستخدمها في تدمير الأنفاق، وهو يبحث عن مصادر عالمية من أجل تزويده بذلك، لكن الأمر لن يكون سهلا وسريعا، وهذا قد يبطئ أيضا العملية العسكرية ويطيل أمدها. كل هذه الأمور ستنعكس على الداخل الإسرائيلي على المستويات الشعبية والسياسية والعسكرية والأمنية، وقد تكون لها تبعاتها قريبا. طب على المستوى الاقتصادي أيضا كيف يمكن أن يعني يتم توقع التداعيات أستاذ خلدون، في الوقت أن المالية الإسرائيلية تحدثت أن الحرب على غزة ستكلف إسرائيل ما يتراوح بين 14 إلى 18 مليار دولار العام المقبل؟ هذا فقط في ربما الشهور الأولى من العام المقبل، لكن الخسائر الاقتصادية في إسرائيل لها أكثر من بعد، هناك البعد المباشر لتكلفة العمليات العسكرية، هناك الأموال التي يفترض أن تقدم لجنود الاحتياط، الذين مئات ألاف جنود الاحتياط الذين تركوا أعمالهم ومصالحهم وذهبوا إلى الحرب، من ناحية المصالح تعطلت وهذا يؤثر على الدورة الاقتصادية في إسرائيل، وأيضا هؤلاء لم يتلقوا رواتب وباتوا عبئا على الحكومة الإسرائيلية التي يجب أن توفر هذه الرواتب، لكنها غير قادرة على توفير ما يكفل لهم الحياة. أحد الضباط منذ الشهر الأول تحصل على ما يعادل 1300 أو 1400 دولار، وقال إنها لا تكفي فقط لسد أجرة منزله. هذه أيضا معضلة، لا يزال الجيش الإسرائيلي يبحث عن مصادر لتمويلها، وهناك التعويضات للخسائر للأضرار والتعويضات عن 150 ألفا من الإسرائيليين الذين تم إخلاءهم من محيط قطاع غزة ومن قرب الحدود اللبنانية، وأيضا الخسائر المتعلقة بتوقف الحركة أو تبطؤ الحركة الاقتصادية في مطار بن غوريون، تم إرسال 600 من العاملين إلى إجازة بدون راتب، و1000 تم خفض رواتبهم إلى 75% لتراجع الحركة في المطار ولتراجع الحركة السياحية. كل هذه الأمور ستلقي بتبعاتها
على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تكون أيضا عاملا مهما في الدفع باتجاه إنهاء الحرب من أجل استعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في إسرائيل. لكن الثمن سيكون كبيرا أيضا على المستوى الاقتصادي، وهذا وكل ما حققه بنيامين نتنياهو في السنوات السابقة من نجاحات حسب ما يقول على المستوى الاقتصادي في إسرائيل، يبدو أنه تسبب بخسارتها في أزمة التعديلات القضائية قبل الحرب وفي دخوله بهذه الحرب بهذا الشكل. أشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله خلدون البرغوثي الباحث في الشأن الإسرائيلي. في أخبارنا أيضا مشاهدينا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي مقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جيش الاحتلال استهدف الطوابق العلوية لمقره في خان يونس الذي يضم آلاف النازحين. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل بأن الوضع الصحي يزداد سوءا في القطاع مع تواصل غارات الاحتلال، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي يلاقونها بسبب تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود. قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول إسرائيلي وأمريكي بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيصل إلى واشنطن اليوم، وذلك لعقد اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في قطاع غزة. وذكر الموقع بأن ديرمر الذي يعتبر أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس بشأن الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة الحالية من الحرب وما سيحدث في غزة بعد انتهائها. كان الرئيس الأمريكي أقر أخيرا في انتقاد نادر بأن إسرائيل تمارس قصفا عشوائيا على قطاع غزة. هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما أكدت الفصائل أيضا بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف مليون شخص يتضورون جوعا في القطاع، وأضافت بأن الأمم المتحدة أضافت بأن سكان قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مضيفة بأنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن. هذا وتتزايد معاناة الأطفال في القطاع، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي جراء العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي ظل انهيار النظام الصحي في القطاع بسبب استهداف المستشفيات، تضاعفت معاناة بعض الأطفال من المرضى مع فقدان الأهل جراء العدوان الإسرائيلي. في غزة المعاناة مستمرة ما استمر العدوان، هكذا حال سكان القطاع الذي يتعرض لحرب مسعورة منذ أكثر من 80 يوما من قبل قوة غاشمة لا تعرف للإنسانية أي معنى. أنا كل يوم بتابع الماكينة وخايف أموت قبل ما أشوف أهلي وإخواني. نسيم أحد أطفال غزة الذين يجسدون بعضا من المعاناة في القطاع جراء العدوان الذي لم يسلم منه حتى الأطفال، حيث نزح من الشمال إلى الجنوب قبل أن يفقد الاتصال بعائلته لتتقطع به السبل فيصير وحيداً يعاني فقد الأهل والأحبة فضلاً عن آلام المرض بالفشل الكلوي. بدل ما أغسل 4 أيام وأربع ساعات بغسل ساعتين ويومين بالأسبوع بس، ونفسي تخلص الحرب ونرجع بلدنا وارجع طبيعي وبرجريش زي العالم ولا بلا مع الأولاد. بالرغم من معاناة نسيم إلى أنه كان أفضل حظاً من غيره من أطفال القطاع، حيث عثر عليه أحد الجيران ليكفله ويقوم برعايته في غياب أبيه.
الذي اعتقله جيش الاحتلال. طلعنا الجيش من الشمال وجيت أنا وعيالي حرمتي وبنتي وخشينا من عند من المخصوم الجيش، فتفاجأت الجماعة جايبين الولد هذا، الجيش ماخذ أبوه وبدور أهله تعرفت عليه أخذته أنا الولد. معاناة نسيم وغيره من مصابي الفشل الكلوي في القطاع تزداد حدتها بسبب الضغط الرهيب على ما تبقى من مراكز العلاج في غزة جراء الدمار الشديد الذي تعرض له القطاع الصحي، ما أخرج عدداً كبيراً من المستشفيات عن الخدمة. يعني احنا عندنا 17 سرير لغسيل الكلى، الآن هدول 17 يعني محددين لحوالي كانوا 120 مريض، الآن 350 مريض بنعمل نغسل عليهم لهذه 17. وطبعاً للأسف هاي زي ما انتم شايفين الماكينات أو الأجهزة تتعطل يومياً بسبب العمل المستمر. معاناة المرض لدى نسيم تتضاءل أمام فقد أهله وأحبته، لتتلخص أحلامه فقط في رؤيتهم والاجتماع بهم من جديد. قلت اليهودي طلع أبوي ونفسي أروح أشوف أنتي وأخوالي وأمي. أحلام بسيطة تراود هذا الصبي تماماً كأحلام سكان غزة الذين لا يطلبون سوى انتهاء العدوان والعيش الآمن، إلى أن الاحتلال يأبى فلا أمان لأطفال غزة في شريعة الغاب التي يفرضها جيش الاحتلال ويشرعنها الفيتو الأمريكي ويباركها الصمت الدولي، بينما يسقط في براثنها الضمير الإنساني تماماً كنسيم وغيره من سكان غزة. في مخيم الشبورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة قصف طيران الاحتلال منزل أحد العائلات ووصل إلى المستشفى الكويتي بمدينة رفح عدد من الشهداء والمصابين بينهم نساء وأطفال نتيجة القصف المتواصل لطيران الاحتلال على أنحاء متفرقة من مدينة رفح جنوبي القطاع. مشاهدينا نتابع الآن إذن هذه الصور التي وردتنا قبل لحظات، حيث يتعرض شمال قطاع غزة في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي متواصل. غارات إسرائيلية تتجدد في هذه الأثناء لشمال قطاع غزة، ونرى في الصور ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كثيف في هذه المنطقة محدثة إذن الغارات الإسرائيلية ما يعرف بسياسة الأحزمة النارية التي تعيق بشكل كبير من حركة سيارات الإسعاف لنقل المصابين. حسب وزارة الصحة الفلسطينية فإنه لغاية الآن هناك أكثر من 20,000 شهيد و 55,000 إصابة كلهم من النساء والأطفال. والصور الأخرى على يمين الشاشة، أعلى يمين الشاشة، هي من قصف أيضا يتواصل في هذه الأثناء لوسط قطاع غزة. وسط قطاع غزة تحديدا مني ليلة أمس بقصف مكثف من قبل الغارات الإسرائيلية لدير البلح وأيضا لمخيم المغازي، حيث أوقع أكثر من 90 شهيدا منذ يوم أمس في هذا المخيم. إذن يتجدد في هذه الأثناء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وعلى شمال قطاع غزة كذلك. ونرى في الصور ألسنة الدخان الأسود الكثيف في سماء القطاع.
صباح اليوم مشاهدينا أيضا مني خان يونس، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقصف أيضا تواصل على المدينة وأيضا على أحد مراكز الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يؤوي آلاف النازحين، حيث أعلنت إسرائيل بأنها تكثف من قصفها وتركزه على عناصر حماس تحديدا في مدينة خان يونس التي نزح إليها الكثير من الفلسطينيين من شمال القطاع. إذن الضربات الإسرائيلية تواصلت خلال الليل وصباح هذا اليوم على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسط القطاع، كما نرى في الصور على الشاشة الآن في هذه اللحظات. القصف إذن يتواصل على شمال القطاع وعلى وسطه، محدثا أحزمة نارية تعيق كما أسلفنا من وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وغالبية المستشفيات خرجت تماما عن الخدمة في شمال القطاع، والجوع يهدد غالبية سكان قطاع غزة. سنقي عينا مشاهدينا بطبيعة الحال على كل التطورات الحاصلة في غزة، ولكن نتحول الآن لمتابعة الشأن السوداني، حيث ذكر مراسلنا بأن الجيش السوداني دمر 3 مركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع عقب هجوم على معسكر العيلفون بمحلية شرق النيل. في الأثناء تجدد القصف المدفعي العنيف في محيط منطقة تمركزات ميليشيا الدعم السريع في مناطق المعسكرات والمدينة الرياضية. وذكر مراسلنا أيضا بأنه سمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جنوب الخرطوم. يأتي هذا في وقت تعاني المدينة أزمة في التموين الغذائي، حيث يواجه الأهالي صعوبة في الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عجار بأن القوات المسلحة منتصرة بعزيمتها وصبرها، كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى عدم الالتفات إلى الشائعات ومخططات اغتيال المعنويات، وطالب القوى السياسية والمدنية الوطنية بتبني قضايا الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة، وحمل تطلعاته ورغباته كمسؤولية وأولوية، فضلا عن عدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد وتسعى لاختطاف الصوت المدني وتسويق الأوهام للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي. دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو لعقد اجتماع عاجل بينهما لمناقشة وقف الحرب المستمرة في السودان. وأكد حمدوك بأنه وجه رسالتين خطيتين للبرهان ودجلو من أجل عقد هذا اللقاء والتشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب التي قتلت وشردت السودانيين، مضيفا بأن استمرار الحرب يهدد بقاء السودان. ومعنا من القاهرة معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني والقيادي بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير. مرحبا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية أستاذ معتز. إذن دعوات تتوالى ويبدو بأنها أيضا ليست محلية داخل السودان ولكن أيضا منها خارجية لضرورة التواصل بين طرفي النزاع في السودان، هل من مؤشرات لالتقاط الدعوات؟ أهلا وسهلا بك أستاذتي العزيزة، وأهلا بالقاهرة الإخبارية، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة تكون كلها سلام وأمن على كل البلاد وعلى أهلنا في السودان يا رب. كل الدعوات للناس أنه تستقف هذه الحرب ويعود الناس إلى ديارهم، ولكن نؤكد أنه ما تمارسه الميليشيا بتاعت الدعم السريع المتمردة من قهر وتسلط على المواطنين
وخلق راي عام بعدم يعني بضروره وقف هذا 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 التمرد وهذا التدهور للشعب السوداني. ونحن في الحزب الاتحاد الديمقراطي الاصل وفي الحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه متمسكين بموقف ان التفاوض يس التفاوض هو واحد الخيار المهم للحلول ووقف الحرب، لكن الذي يمارس من الدعم السريع الان في قرى الجزيره وفي مدني وجنوب مدني وسنار والتمدد وتوسيع رقعة الحرب يجد الرفض والإنكار والإدانة ويعقد من المشهد ويوضح تماما أن هذه الميليشيا وقيادتها لا تهتم بأمر الشعب السوداني ولا بالوصول لتفاوض، لكن حرص مؤسسات الدولة في رئاسة مجلس السيادة والقائد العام والتصريح بتاع نائب مجلس السيادة السيد قائد مالك عذار بيأكد أن كل القوى السياسية الحريصة على أن يكون في سلام ويكون في استقرار حريص انه يوقف هذا النزيف وتقف هذه الدماء وتقف هذه الحروب وهذا الشتات وهذا الدمار للسودانيين. وعلينا ان نسعى جادين في هذا الامر ونحن نضع ايدينا معهم في هذا الامر. نجدد ايضا الدعوه للوقف الفوري لاطلاق النار، ونجدد ايضا الدعوه للتسامح والى قيم التعاضد والتكاتف ونبذ العنصريه والقبليه والجهويه، مشددين على أن الشعب السوداني قادر أنه ينتصر في هذه المعركة. وأنا بثني على كلام السيد الغايد مالك أنه في النهاية قوات مسلحة سودانية ومؤسسات دولة سودانية هي الخيار الأول وهي الأساس، أي شيء غير ذلك يجب أن يكون عبر هذه القنوات. كذلك الحديث عن, 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 عن حوار يعني ما فيه الشروط بتاعت عودة المدنيين لقراهم ومحاكمة المرتكبين الفظايع والمجرمين، أفتكر أنه حيكون حوار كحوار الطرشان لا يستمع فيه أحد للآخر. إعلاء قيم إيقاف الحرب وإنهائها والوقوف على إنهائها وعودة الناس هو طلب مشروع وحق لكل سوداني، وكل الناس حريصة على هذا الأمر، واليوم قبل غد، لأن الأزمة حقيقة يعني أستاذتي العزيزة أزمة إنسانية، أزمة طبية، أزمة صحة بيئة، أزمة معاش الناس. الشعب السوداني يعني رغم صبره وجلده وأناته الكثيرة ولكنه متمسك بأن يكون هناك سودان موحد ديمقراطي يسعى الجميع، كل الناس هو سواسية أمام القانون. وبوعي الشعب وبقدرته نحن قادرين نفتكر أنه على الوصول لمبتغى هذا الشعب الكريم. ونحن الحقيقة نشكر حرص الدول الشقيقة والصديقة على اهتمامها بالسودان وعلى وقف الحرب، وخاصة الشقيقة مصر ودول الجوار ومبادراتهم المتكررة في هذا الأمر، وكثير برضو وقوفهم مع الشعب السوداني واستضافتهم له وتحملهم كذلك لهذا المشقة معنا، ويجد هذا حقيقة التقدير والثناء والترحيب يعني. شكرا شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. من القاهرة كنت معنا معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني القيادي بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير. في الشأن السوداني أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بسفينة إنزال في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم. وأضافت الوزارة بأن كييف استخدمت صواريخ موجهة أطلقتها طائرات في الهجوم على المدينة الساحلية. وقال حاكم شبه جزيرة القرم إن الهجوم أسفر عن تضرر لمبانٍ وإجلاء للسكان. معنا من كييف قسطنطين إجريدين الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد قسطنطين. إذا لدينا هجوم أوكراني يستهدف من جديد شبه جزيرة القرم، ما الذي تنويه كييف في الساعات أو في الأسابيع المقبلة؟ والحرب بينهما بين كييف وموسكو تدخل عاما جديدا. اهلا وسهلا. صراحة القوات الأوكرانية القوات الجوية الأوكرانية اعترفت بقصف
سفينة الحربية الروسية في ميناء فيودوسيا اليوم. وبشكل عام الحرب تحولت إلى مرحلة الاستنزاف بالنسبة للجانبين. نحن نعلم أن أوكرانيا تنقص المساعدات الغربية لمواصلة الهجوم المضاد بشكل كامل. في نفس الوقت روسيا لديها مشاكل أيضا. فلذلك في الأسابيع المقبلة علينا أن ننتظر إلى القرارات المهمة من الأوساط الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واعتمادا على هذه القرارات علينا أن نتبنى باستراتيجية أوكرانيا في مواصلة هذه الحرب. ونفس من الجانب الروسي، وأنا ليس لدي يعني معلومات حول ذلك. لكن هل يفهم من كلامك أستاذ قسطنطين بأن الدعم الغربي ليس كما كانت تتوقعه أوكرانيا؟ لا، بالعكس، هناك بعض التعرقل لدي الولايات المتحدة بسبب الظروف الداخلية أو الظروف المحلية والصراع السياسي الذي يسير الآن بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولا هناك أي وعود بتقليص حجم هذه المساعدات التي يتوقع أن تكون في حدود 60 مليار دولار لمختلف الأسلحة والذخيرة والعتاد وغيرها. أما بالنسبة لمرحلة الآن، مرحلة الانتظار، فكما نشهد أوكرانيا تتركز على ضربات تكتيكية للأهداف الحساسة مثل السفن أو هيئات الأركان أو مراكز اتخاذ القرار العسكرية داخل الجبهة الروسية. ولا هناك، لا يمكن أن نسامي هذا الهجوم المضاد ولا دفاع، وإحنا في المرحلة البينية بين ربما احتمال الهجوم المضاد الجديد أو هجوم من روسيا حسب موازين القوة التي ستكون هناك في الأسابيع المقبلة. ما هي الخيارات المطروحة الآن سواء كانت على المستوى السياسي أو العسكري لكييف سيد جريدين؟ صراحة أوكرانيا هي دولة التي لم تكن لها كثير من الخيارات من البداية. في البداية أمام العدوان الروسي غير القانوني لا هناك مفر إلا الخيار إلا الدفاع عن سيادة أوكرانيا على الأرضية، وهذا هو خيار الرئيسي لدي المجتمع الأوكراني والشعب الأوكراني والقيادة الأوكرانية الآن. نحن نعلم أن يعني الأوساط الغربية والمجتمع الدولي تدعو أوكرانيا للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، ولكن المجتمع الأوكراني كما نشهد حسب الاستطلاعات الرأي العام الأخيرة ما زالت متركزة ومتمسكة بإرادة استعادة السيادة على جميع الأراضي الأوكرانية. فبناء على ذلك القيادة الأوكرانية تبني استراتيجياتها وتخطط سيناريوهات مختلفة على حسب وصول المساعدات الغربية، ولكن الهدف النهائي ما زال كما هو استعادة السيطرة مهما كان الثمن، والقيادة تقوم بكل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف. شكرا جزيلا من كييف، كنت معنا قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية. مشاهدينا، نعود الآن لمتابعة التطورات الحاصلة في قطاع غزة، وإذن كما نتابع على الهواء مباشرة يبدو بأن هناك تجدد للقصف العنيف لمناطق في شمال قطاع غزة لا سيما في المناطق المحاذية للحدود الجنوبية لإسرائيل. إذن تصاعد ألسنة الدخان وبشكل كثيف جدا في هذه الأثناء في شمال القطاع. إذن القصف وتيرته تزداد في هذه الأثناء لشمال قطاع غزة، والذي كان قد أكد فيه الجيش الإسرائيلي بأنه يسيطر عليه سيطرة نارية وعملياتية، لكن يبدو بأن القصف يتجدد في هذه اللحظات إذن على شمال قطاع غزة. Thank you.
في التطورات أيضا مشاهدينا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك البرية جنوب قطاع غزة، وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع إلى 491 قتيلا بين ضابط وجندي. وأعلن أيضا الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من جنوده الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية لمبنى في قطاع غزة، تبين لاحقا بأن بداخله عددا من الجنود الإسرائيليين. وشهدت هجمات جيش الاحتلال في القطاع حوادث بنيران صديقة أقرت بها إسرائيل، وأكدت بأن 10% من قتلى جنودها في القطاع جاء نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عن طريق الخطأ على جنود إسرائيليين. ويوم أمس قامت أيضا بعزل قائد سرية في لواء جولاني بسبب تعريضه حياة الجنود للخطر. نزل مئات الأمريكيين إلى الشوارع في مدينة منهاتن في تظاهرات داعمة للفلسطينيين مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المحتجين اعتقلت على إثرها عددا منهم، كما أصيب ضابط بجروح طفيفة خلال المواجهات. ومعنا من رفح الفلسطينية مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل لتضعنا في طبيعة وحجم القصف الذي تابعناه قبل لحظات على شمال القطاع وعلى وسطه. منى ضعينا في التفاصيل. تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. على ما يبدو بأن يعني الأوضاع تزداد سوءا في قطاع غزة، فالآن في هذه الأثناء هناك حديث عن سقوط شهداء وجرحى مدفعي اسرائيلي يعني قرب مسجد وقاص في جباليا شمال قطاع غزه. هذا الشمس في منطقه الجرن وسط جباليا البلد، وفي منطقه جباليا البلد بالاضافه الى ما يعرف بمفترق زلمو. كل هذه المناطق الان تتعرض لقصف شديد، ودعيني اؤكد بان هذا القصف يعني لم يبدا ولن ينتهي في هذه الاثناء، حيث ان منذ 4 أيام هذه المناطق تشهد استهدافات عنيفه جدا يقوم من خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي بدفع المواطنين نحو الخروج من هذه المناطق، على الرغم من انه لا يفتح مجالا للمواطنين نحو الذهاب الى مناطق ربما قد تكون اكثر امانا. اذا الاستهدافات ما زالت مستمره في مناطق الشمال، تحديدا في يعني منطقه جباليا البلد، في منطقه الجرن، في منطقه ايضا مفترق زلمو، وايضا منطقة مخيم جباليا. هذه المناطق ربما هي من المناطق القليلة التي لم يدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، بمعنى لم يجتاحها بريا، وهذا القصف وهذه الاستهدافات هي يعني تمهيد للدخول البري ربما إلى هذه المنطقة حتى يكون قد تمكن من تمشيط كل مناطق شمال قطاع غزة بشكل كامل. يعني ويجب أن أشير إلى أنه يعني هذا الاستمرار في القصف المدفعي هو مصاحب أيضا لاستهدافات من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة على الشواطئ الغربية لمنطقة جباليا، بالإضافة إلى استهدافات من قبل الطائرات الحربية. أيضا الطائرات المسيرة تملأ سماء عامة قطاع غزة وتحديدا في مناطق الشمال، وهذه الطائرات تمنع تحرك أي مواطن من المناطق التي تستهدف، بمعنى أنه حتى العائلات التي تحاول الخروج من منازلها هربا من القصف المتواصل يعني يتم استهدافهم عبر الطائرات المسيرة التي يعني تنقل كل ما يحدث على الأرض لحظة بلحظة. هذا فيما يتعلق بمنطقة الشمال، والتي يعني ما زلنا نسمع عن مجازر يعني حقيقة يشيب لها الرأس تحدث في هذه المناطق. وأؤكد وفقا للمصادر الصحية والمصادر الطبية بأن يعني حتى الآن هناك يعني أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين ربما الذين يعني ينتظرون انتشالهم. المصابين الآن يعني يصابوا ثم لا يجدوا من يعني يعطيهم أدنى يعني قدر ممكن من الخدمات الصحية، وبالتالي يستشهدوا على الفور أو حتى ربما بعد ساعات، لكن من يصاب مصيره أن يكون شهيدا في أقرب وقت. طيب
منى من شكل القصف الذي نتابعه في هذه اللحظات لشمال القطاع يبدو بأنه فعلا يعني قصف مكثف محدثا أحزمة نارية، وسط أيضا تقارير تتحدث عن خروج المستشفيات عن الخدمة. أين يذهب المصابون في شمال القطاع الآن؟ يعني لا يوجد مكان يذهبون إليه بدون مبالغة، يعني عمليا الآن كما أشرت من يصاب يبقى في مكانه حتى يفقد حياته، لا يمكن لأي سيارات إسعاف بالوصول. ولكن الأهم من ذلك ربما هو أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد حاصر جمعية الهلال الأحمر في منطقة شمال قطاع غزة وقام بتدمير سيارات الإسعاف التابعة لها، وبالتالي حتى سيارات الإسعاف لم تعد تعمل بالمطلق. يعني بعض مراكز الرعاية الأولية التي كانت أيضا تعطي بعض أو تقدم بعض الخدمات الأولية يعني لم تعد قادرة على أن تقدم أي خدمات بسبب نقص الأدوية، والأهم من ذلك بأن بسبب استمرار القصف لا يسمح لأحد بالتحرك. كما أشرت الطائرات المسيرة في سماء شمال قطاع غزة، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يعاقب من بقي في تلك المنطقة، وبالتالي يعني مجرد أن يبدأ القصف بشكل شديد جدا وعنيف جدا، وما أن يفكر بعض العائلات أو تفكر بعض العائلات بالخروج والتنقل من مكان إلى مكان بحثا عن ربما زاوية ربما قد تكون أكثر أمانا أو منزل أقل طبقات من الممكن أن يكون أقل ضررا حتى تقتنصهم طائرات الاستطلاع بقذائف، وبالتالي يستشهدوا على الفور. وكما أشرت الحديث عن يعني عدد أعداد كبيرة من الشهداء في الشوارع، جثامين متحللة، وهؤلاء لا يمكن لأحد ولا يسمح لأحد بالاقتراب منهم. مجازر حقيقية تحدث في مناطق شمال قطاع غزة والعديد أيضا من مناطق أيضا مدينة غزة، تحديدا المناطق الشرقية ووسط مدينة غزة في حي الزيتون، حي الشجعية، منطقة النفق ومنطقة الصحابة وحي الدرج. هذه المناطق كان قد وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين باتجاه الخروج منها بشكل كامل، وعلى ما يبدو أن الاستراتيجية الجديدة للاحتلال الإسرائيلي هي توجيه نداءات للمواطنين ضرورة الخروج، على الرغم من أنه لا يسمح لهم فعليا بالخروج، ثم يعني وكأنه يبرئ ذمته يقوم بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، مع الملاحظة بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل التي يجتمع فيها السكان، بمعنى أن عديد من العائلات تحاول البحث عن الأمان إلى جانب بعضها البعض، وبالتالي يتم استهدافها بشكل مباشر ومقصود حتى تحدث هذه المجازر. أشكرك جزيلا حتى الآن من رفح الفلسطينية مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، وسنتواصل معك بطبيعة الحال منى للوقوف على كل تطورات القصف الإسرائيلي إذن الذي يتواصل في هذه اللحظات على وسط وشمال قطاع غزة. شكرا منى. مشاهدينا نختم معكم إذن بهذه التطورات من قطاع غزة هذه الساعة من التغطية لحظات، ونعود بنشرة إخبارية مفصلة، كونوا معنا.